الكونغ فو اللي بيعد رياضة صينية، المصريين قدروا ان هم يحصدوا عدد من الميداليات على أرض الصين نفسها وفي منافسات عالمية وصعبة. المصريين حصدوا 28 ميدالية تحديدا في منافسات بطولة العالم للكونغ فو اللي أقيمت في نسختها 9 في الصين. إنجاز كبير طبعا. خلينا نعرف تفاصيل أكبر عن هذا الإنجاز. معانا على التليفون كابتن محمد متولي مدرب منتخب مصر للكونغ فو عشان نتعرف منه على كل التفاصيل. صباح الخير على حضرتك يا كابتن، وأهلا بيك في صباح الخير يا مصر، وألف مبروك. صباح الخير عليكم وعلى كل السادة المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. في البدايه حابين نعرف من حضرتك يعني الاستعدادات، استعدادات طبعا ابطالنا لهذه البطوله. عايزين نعرف من حضرتك ايضا تفاصيل الميداليات اللي حصل عليها ابطال مصر وتقسيمها ايه ما بين ذهبيه فضيه برونزيه. يعني ما شاء الله رقم كبير، 28 ميداليه. الحمد لله حصلنا منتخب مصر على 28 ميداليه متنوعه، 9 ميداليات ذهبيه و8 ميداليات فضيه و11 ميداليه برونزيه. وكانت منافسه شرسه جدا ما بين 100 دوله، اكثر من 100 دوله كانت تشارك معنا. وطبعا احنا عملنا تجهيزات للبطوله وعملنا معسكر نادي طلائع الجيش، منتخب عمل معسكر وتدريبات مكثفه للعيبه عشان نوصل بقى للمستويات العاليه. عدد الابطال اللي شاركوا اصلا في البطوله كان كام لاعب؟ ومن اجمالي كام لاعب احنا كسبنا حاجه و20، 28، كام واحد اصلا استعد او سافر لهذه البطوله؟ احنا كانت البعثه 24، منها 19 لاعب وحوالي 4 مدربين وجهاز اداري، وعملنا استعدادات قويه جدا للبطوله. الحمد لله يعتبر كل اللعيبه اللي كانت مشاركه الحمد لله علقت. الحمد لله. حلو قوي. الحمد لله. خليني ارجع مره ثانيه مع حضرتك يا كابتن، ويمكن اكيد كان في مجهود كبير جدا بذل، واكيد كمان كان في استعداد كبير جدا عشان نقدر ان احنا نظهر في هذا المحفل الرياضي الكبير بهذا الشكل. طبعا يا فندم، كان في استعدادات جامده جدا. ايه هي الاستعدادات دي يا فندم؟ يعني ازاي تم تاهيل الابطال، ابطال مصر، عشان يقدروا ان هم يحصدوا 28 ميداليه؟ عملنا استعدادات قويه جدا من اختيار اللعيبه من البدايه. اللعيبه كلها الحمد لله كانت مسافره معانا، ابطال جمهوريه وابطال افريقيا وابطال عرب، وعملنا تدريبات مكثفه معاهم بحيث نوصل لمستويات عاليه. احنا بنلعب دول قويه جدا زي الصين وامريكا وسنغافوره، دول كثيره جدا قويه جدا. عملنا استعدادات مكثفه للبطوله بحيث نوصل لمستوى عالمي فيها. اعمار المشاركين كانوا كام؟ يعني بدايه من سن كام وصولا الى كام؟ عدد المشاركين من تحت 12 سنه مواليد 2011 الى مواليد لحد العموم فوق ال 21 سنه تقريبا جميع الاعمار السنيه. طب كابتن، ابرز التحديات او الصعوبات اللي واجهت ابطال مصر وقدروا ان هم يتخطوها وحققوا فيها ميداليات متنوعه؟ البطوله كانت قويه جدا جدا، وعدد كبير جدا من ابطال العالم كانوا بيشاركوا في البطوله ديت. اتفاجئنا بيهم، يعني ابطال العالم في الصين معروفين لانهم مشاركين معانا، بس الحمد لله اللعيبه بتاعتنا المصريين كانوا عندهم اراده قويه جدا وعزيمه ان هم يرجعوا منتصرين ومعاهم ميداليات ذهبيه. وبحب اشكر من خلال حضراتكم كابتن شريف مصطفى رئيس الاتحاد المصري والافريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي، كان داعم قوي جدا وجه الفندق بتاع اقامه البعثه وادانا دفعه معنويه جدا في اخر يوم في البطوله. يعني مش عايز اقول لحضرتك تاني، يعني كان ثالث يوم لينا بعد لقاء الكابتن شريف، خدنا ميداليات ذهب في العروض الجماعيه، بس هي بتتحسب بميداليه واحده. حوالي 22 لاعب واخدين ميداليه ذهبيه في العرض الجماعي، بس اتحسبت كميداليه واحده لمصر. طب انتم امتى بداتم تكثيف التدريبات للاعبين؟ يعني امتى بداتم المعسكر المغلق وقعدتوا قد ايه وواجهتوا قد ايه يعني صعوبات علشان توصلوا لهذا الكم من الميداليات؟ حضرتك المعسكر بيبتدي قبل البطوله بثلاث شهور. اللعيبه بتعسكر وبتتمرن بتدريبات وجرعات تدريبات عاليه بحيث ان هم يأدوا بمستوى افضل في بطوله العالم. وهل كان في امل اول ما دخلتم البطوله انكم تحققوا هذا العدد من الميداليات؟
اه طبعا الحمد لله كنا على يقين باللعيبه بتاعتنا واحنا اصلا مسافرين من مصر، يعني متحمسين جدا للبطوله وعايزين ونرجع كلنا محافظين على ميداليات ذهب الحمد لله. الحمد لله طبعا، بس برضو بجانب يعني التأهيل البدني يا فندم كان مهم جدا كمان، فكرة توفير الدعم المعنوي، منح قوة نفسية للأبطال خلال التحديات، وتحديات صعبة زي ما حضرتك تحدثت، ازاي ده كان بيحصل؟ حضرتك ما انا قلت لحضرتك ان رئيس الاتحاد نفسه ما تولاش في ثانية واحدة، كان بيتصل بينا دايما باستمرار يسأل على نتائج اللعيبة بتاعتنا. طبعا الفكرة دي وضحت يا فندم، لكن أنا أقصد هل بيتم هذا الدعم أو هذا التعامل مع نفسية اللاعبين من خلال خلفية طبية ولا من خلال هذا الدعم المعنوي فقط؟ طبعا حضرتك تحدثت عنه. دكتور ومعد نفسي للعيبة بيقعد معاهم باستمرار، وكمان احنا كمدربين برضو بنقعد مع اللعيبه بتاعتنا وبنشجعهم وبندعمهم نفسيا طبعا بحيث ان هم يوصلوا لاعلى النتائج. تايل طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر وبنبارك لك وبنبارك لابطالنا ابطال مصر اللي حصدوا 28 ميداليه في منافسات بطوله العالم للكونغ فو اللي بيتم اقامتها في نسختها التاسعه في الصين. بشكرك شكرا جزيلا كابتن محمد متولي مدرب منتخب مصر للكونغ فو.